أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين النبي الأكرم الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، شهر الصيام، شهر العبادة، الذي لأيامه المقام الخاص ولياليه المقام الأخص، الأيام والليالي بمجموعها تشكل بالنسبة للإنسان الصائم معنى ومقام الضيافة في محضر الله سبحانه وتعالى. وهذه الضيافة لماذا؟ لأن الصائم في هذه العبادة هو يترك ما اعتاد عليه ويكف هذه النفس ويكف هذه النفس وهذا البدن عما اعتاد عليه لله سبحانه وتعالى، ولذلك يقال هذه العبادة عبادة تركية. هذه العبادة التركية الذي يفك فيها من جهة التعلقات، فهو بفكه للتعلقات يشتد بالعلاقة مع الله سبحانه وتعالى. وهذه العلاقة التي يشتد فيها بالتواصل، أبرز عنوان يتجسد ويمحور هذا التعلق بالله سبحانه وتعالى بالإضافة إلى قراءة القرآن وتلاوة القرآن هو موضوع الدعاء. ومن هنا محور الكلام إن شاء الله في هذه الحلقات في هذا الشهر المبارك هو الدعاء، وبالخصوص الدعاء المعروف بدعاء أبي حمزة الثمالي. هذا الدعاء الذي في فقراته، في مضامينه، في كلماته يحلق المؤمن في كل أبعاد العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. وبدءا نؤسس للكلام حول هذا الدعاء المبارك، أولا بمعنى الدعاء. ما هو الدعاء؟ نحن ما تعرفنا عليه وما نسمعه أن الدعاء هو طلب بنداء، يعني المؤمن يطلب بنداء مع تخشع وانكسار وتعلق ومع بيان الحاجة. هذا الدعاء الذي هو طلب من الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل طلب منا أن نسأله بصيغة الدعاء. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إجابة لسؤال سئل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحدهم على مضمون الرواية: أين ربك؟ السائل يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أين ربك يا رسول الله؟ فهبط جبرائيل عليه السلام وقال جبرائيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا سألك عبادي عني، فإذا سألك عبادي عني. هو السائل يسأل أين ربك؟ يسأل ليس السؤال سؤال تعنت أو إنكار، إنما هو يسأل ليتعرف. ولذلك الله سبحانه وتعالى من صيغة هذا السؤال كان الكلام الإلهي: وإذا سألك عبادي عني فإني هذه الياءات، فإذا سألك عبادي هنا
الله سبحانه وتعالى أرجع العبد إليه، ومن ثم بيّن سبحانه وتعالى: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يعني إذا توجه العبد بالدعاء بالطلب، الله سبحانه وتعالى قريب، قريب لأن الله سبحانه وتعالى محيط بعباده. فالعبد عندما يسأل من معرفة، عندما يسأل من حاجة، عندما يسأل من تعلق، حكما هذه المعاني توصله إلى معنى القرب، لأن القرب من جهة هو قرب طبيعي، قرب معنوي، يعني الإنسان عندما يقترب من الله فهو بهذا القرب يبتعد، ومعنى الابتعاد ليس هو الخروج من الدنيا، إنما هنا نكتة مهمة جدا وضرورية جدا. القرب من الله هو أن يعرف العبد أن الذي ينفعه هو الله، والذي ينقذه هو الله، والذي يعطيه على نحو الحقيقة ويسير الأسباب هو الله، الذي يرعى العبد هو الله، الذي يدبر أمر العبد هو الله. فالعبد عندما يتحرك، الرجل أو المرأة، المؤمن أو المؤمنة، عندما يتحرك من هذه الخصوصيات فحكما هو عند الله سبحانه وتعالى، هو قريب. الله سبحانه وتعالى محيط بعباده، الله سبحانه وتعالى مطلع على عباده. لذلك شهر رمضان المبارك، هذه الأيام المباركة، الصائم والصائمة هو في عبادة تركية، يعني في النهار صائم يترك لله، وفي الليل كذلك يترك النوم، يترك الشهوات، يترك هذه الحصة من الليل، هذا الجزء من الليل يترك فيه الإنسان ما اعتاده، ليكون أين؟ عند الله سبحانه وتعالى. عندما يكون عند الله عز وجل يحصل هذا المعنى من القرب. فإذا حصل هذا المعنى من القرب، العبد وصل إلى المعنى الذي تكلم به الإمام سلام الله عليه في وصية لولده الحسن عليه السلام، يقول له حول هذا المعنى: اعلم، الالتفات إلى مفردات هذا الحديث وهذه الوصية تختصر المقام الذي سندخل إليه بالنسبة لهذا الدعاء المبارك. اعلم أن الذي بيده، الله سبحانه وتعالى، اعلم أن الذي بيده خزائن ملكوت الدنيا والآخرة قد أذن لدعائك. يعني هو الذي سبحانه وتعالى فتح لعبده مقام الدعاء، ثم جعل في يدك مفاتيح خزائنه بما أذن فيه في مسألته، من مسألته عفوا، فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب خزائنه. من هنا كل شيء بيد الله يفتحه العبد بدعائه، مفتاح الخزائن هو الدعاء. وهذا الزمن شهر رمضان المبارك هو زمن يؤدي إلى هذه الخصوصية. فإلى رحاب هذا الدعاء المبارك، دعاء المعروف المشهور بدعاء أبي حمزة الثمالي، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.